أخبار اليوم. دلوقتي حضرتك امتحان الديناميكا اللي هو عايز يلغيه، انا بقول لحضرتك امتحان الديناميكا متسرب قبل الامتحان بيوم. حضرتك ممكن في اي اعلام تطلع زي ما الاعلام كله موجود وتقول بعد اذنكم ما حدش هيمتحن امتحان الديناميكا عشان اتسرب، او الماده الملونه الورق الملون اللي انت كفرتنا بيه اللي احنا كفرنا نفسنا بيه من ساعه ما امتحنا كل يوم ماده ملونه ما حدش بيعرف يمد ايده فيها، نزل لنا ماده ملونه هنعرف نحل برضه وربنا هيساعدنا. انت دلوقتي عايز تلغي الامتحان، طب هتلغي الامتحان ليه؟ حرام عليك، احنا خلاص تعبنا بعد ما دخلناه في الصيام وقاعدين ساعتين وتوتر ومصاريف ودروس والكلام ده كله. انا هرجع دلوقتي عيد الامتحان، المدرس هيجي يشتري رقبتي هيقول لي الحصه ب 20 والحصه ب 30، طب انا اعمل ايه تاني؟ حرام. انت بقى نايم طول السنه في كل حاجه في السناتر وسايب كل حاجه بايظه وجاي دلوقتي تلغي لي امتحان؟ ما لغيتش اللي قبل ليه؟ من يوم امتحان العربي ما اتسرب ما لغيتش الامتحانات كلها ليه؟